طيب نكمل مع بعض في الساين كومبلمنت. وطبعا حكينا في الساين كومبلمنت احنا هنمثل الاعداد الساين اما بالونز كومبلمنت او التوز كومبلمنت زي ما شفنا بالسلايد اللي قبل. لما حكينا على الساين ماجنتيود لاحظنا انه ما فيش اختلاف في الرقم، بس اللهم اخر بت بحط صفر عشان اقول انها عدد موجب، او بحط واحد عشان اقول انها عدد سالب. لكن في الساين كومبلمنت الوضع يختلف، انا هستخدم هنا الونز كومبلمنت والتوز كومبلمنت لتمثيل الاعداد السالبه. تعال نشوف بالاول موضوع الونز كومبلمنت. لاحظ في الونز كومبلمنت هان اول شيء احنا بالنسبه ان العدد الموجب خمسة، يعني بدي امثل هنا مثال الموجب 25 هو نفس الشيء زي ما شفناه بالسلايد اللي قبل. هو الموجب عندنا فيش عندنا في اي مشكله، الاختلاف حيصير عندنا في الاعداد السالبه. فعند العدد 25 مثلناه بالثنائي اللي هو هيعطيني 1 1 0 0 1، والموجب بتاعه نفسه نحطه بالخانه زي كذا 1 0 0 1 1. وش بتم عند فاضي بحطه بكمله ايه اصفار زي ما احنا شايفين. فلاحظ نفس الرقم هان هو نفس الرقم الموجب 25 في الساين ماجنتيود، نفس رقم موجب 25 برضه في التوز كومبلمنت. فيش مشكلة عندنا في الأعداد الموجب، الإشكالية حتكون عندنا في الأعداد السالبة. الآن بقول لي هنا الآن النيجاتيف نمبر هنستخدم نحصل عليه من خلال إيه؟ الونز كومبلمنت. يعني عند السالب 25 هجيب الونز كومبلمنت للرقم موجب 25. يعني لاحظ هنا طبعا موضوع الونز كومبلمنت شفنا مع بعض، احنا بنغير الاشاره او بنغير اللي هو الرقم. يعني اذا كان واحد بصير صفر، واذا صفر حيصير واحد. فلاحظ هنا هاي الواحد هنا ايش صارت عندنا هنا صفر، اللي بعدي الصفر ايش حتصير واحد، والصفر اللي هان واحد، بعدين الواحدتين اللي هان حيصيروا اصفار، واخر شيء الثلاث اصفار حيصيروا ثلاث وحايد. الان هذا هو الرقم موجب سالب 25 باستخدام الونز كومبلمنت. لاحظ انه هذا بيختلف عن السالب 25 تاع الساين ماجنتيوت اللي شفناه بالسلايد اللي قبل. طيب الطريقة الثانية هان اللي هو باستخدام التوز كومبلمنت. التوز كومبلمنت طبعا نفس الفكرة زي الونز كومبلمنت، طبعا الموجب ما فيش اختلاف فيه، بس اللهم في موضوع النيجاتيف نمبر لو احنا هنستخدم التوز كومبلمنت عشان نحصل على النيجاتيف نمبر، عشان نحصل على ايه؟ على النيجاتيف نمبر. ونعطي مع بعض مثال نفس الخطوة. لو عايزين احنا نمثل موجب 25 حيكون نفس الشيء زي الونز كومبلمنت زي السام ماجنتيود كموجب 25، لكن السالب 25 كيف احنا بنجيبه؟ بان احنا بنحصل على التوز كومبلمنت تاع الموجب 25. يعني طبعا هذا شو التوز كومبلمنت للرقم اللي هان؟ تعال نشوف مع بعض التوز كومبلمنت له. هذا اول واحد بينزل كما هو، بعدك حنبدا نقلب في الارقام. صفر بتصير واحد، وهذا بتصير واحد، وهذا بتصير صفر، وهذا بتصير صفر، ودول كلهم حيصيروا واحد 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 زي ما احنا شايفين هان. فالآن هذا هو السالب 25، لكن هذا السالب 25 باستخدام التوز كومبلمنت، واللي بيختلف اختلاف جذري عن السالب 25 تاع الونز كومبلمنت، واللي بيختلف عن السالب 25 باستخدام الساين ماجنتيود. فبالتالي احنا صار في عندنا ثلاث طرق لتمثيل الاعداد السالبه: الساين ماجنتيود، الونز كومبلمنت، والتوز كومبلمنت. تعال نشوف مع بعض مثال هنا عشان يوضح الفكره. بقول لي هان افترض ان احنا في عندنا 2 بايتس يعني 16 بت 16 مكان لتخزين 16 شحنه. عايزين نمثل البوزيتيف نمبر موجب 54، وعايزين نجيب الباينري ريبريزنتيشن للسالب 54. طبعا احنا تعلمنا ثلاث طرق، فعايزين نمثل العدد سالب 54 باستخدام الثلاث طرق: بالسام ماجنتيود، بالونز كومبلمنت، وبالتوز كومبلمنت. طبعا بدايه موضوع الموجب 54 سهل، وهذا ثابت لهم كلهم. شو بنعمل؟ بنجي بنحول الرقم 54 للتوز كومبلمنت. كيف بنحوله؟ باستخدام اللونج ديفيجن، او ممكن نحن نستخدم الآلة الحاسبة. وخلينا أورجيك هنا كيف بنستخدم الآلة الحاسبة. يعني مثال آلة الحاسبة، تعال عندنا هنا هيك هاي الآلة الحاسبة، شايف كيف؟ طبعا هي بالأصل بتكون موجودة زي هيك ستاندرد بتاعت الكمبيوتر. تعال على ستاندرد واختار حاجة اسمها البروجرامر. الآن من البروجرامر نفس الشيء، لاحظ هذه من ديسيمال، هيكس ديسيمال، أوكتال، وباينري اللي هم الأربع أنظمة اللي حكينا عنهم المحاضرة الخامسة. فلما بكتب أنا هنا الرقم هاي مثلا 54،
طلع عص انا هيك بالباينر حتعطيني 1 1 0 1 1 0، بالاوكتل حتعطيني 6 6، بالهكس ديسمال حتعطيني 3 6. واضح يعني هذا حتساعدك كثير عشان في موضوع التحويل لو انت طبعا كان الرقم كبير. طيب نرجع الان على السلايد تاعتنا. فاحنا كنا وين؟ كنا نعم هنا الان حولنا الرقم الـ54 للباينري، اعطاني 1 1 0 1 1 0. الان عايزين نخزنه داخل التو بايتس او 16 بت، او الصفر الاولاني بيجي هان. خلينا نعمل البوينتر، هذا الصفر بيجي هان مباشره، بعدين الواحد اللي بعديه بيجي هان، الواحد اللي بعديه بيجي هان، بعدين 0 1 1. الان ايش بتمنى عندي فراغ هكمله ايه؟ اصفر. هذا هو الرقم موجب 54. طبعا موضوع سهل ومباشر. الان التريك في موضوع السالب، نيجي على الشق الاول او النوع الاول اللي هو الساين ماجنتيود. الساين ماجنتيود السالب 54 سهل، لانه احنا ايش هنعمل فيه؟ هنمسك اللي هو الموجب 54 كما هو، شايف؟ لاحظ نزلناه كما هو، بس اللهم هن بدل ما هي صفر صارت ايه؟ صارت واحد. واضح النقطة هان؟ عشان هيك هذا الرقم صار عندي سالب 54 باستخدام نظام الساين ماجنتيود. النظام الثاني او السالب 54 باستخدام الوانز كومبلمنت، هنجيب الوانز كومبلمنت تاع مين؟ مش تاع السالب 54 بالساين ماجنتيود، ما تخربطش. عايزين تجيب الوانز كومبلمنت للموجب 54. شو الوانز كومبلمنت تاعت هاي؟ اللي هو 1 0 0 1 0 0، وهذا كلها وحدات زي ما انت شايف. لاحظ الواحد الصفر صارت ايش؟ واحد، والواحد اللي هان صار صفر، الواحد اللي هان صار صفر، الصفر اللي هان صار واحد الى اخره. وطبعا كل الاصفار دول حيصيروا كلهم هنا ايه؟ وحايد. فاوعك تخربط بانك تيجي تعمل الونز كومبلمنت للي قبله لهاد، لا، عايزين نجيب الونز كومبلمنت تاعت مين؟ تاعت الموجب 54. طيب التوز كومبلمنت نفس الفكره، نجيب التوز كومبلمنت تاعت مين؟ ما حدش يجيب التوز كومبلمنت تاعت الوانز كومبلمنت، في طلاب كتير بخربط. لا، انت تنساش ان انا عايز اجيب التوز كومبلمنت تاعت مين؟ تاعت الموجب 54. طب شو هو التوز كومبلمنت تاعها؟ الصفر اول صفر بينزل كما هو، صح؟ بعدين اول واحد بينزل كما هو، بعدك حنبدا ايش؟ نعكس الارقام. هاي الواحد صارت صفر، الصفر صار واحد، الواحد صار صفر، الواحد صار صفر، كل هذه الاصفار حتصير كلها ايش؟ وحايد زي ما احنا شايفين. هذا هي الثلاث طرق لتمثيل الاعداد السالبه. لاحظ هان زي ما حكينا ان البوزيتيف نمبر هو ثابت لكل الانظمه، فيش عليه اي اشكاليه، لكن الاختلاف في تمثيل الاعداد السالبه حسب الثلاث طرق اللي حكينا عنهم. واضح؟ طيب هنا الهاي تيبل بيعرض لي فيهم مستخدم هو 4 بت عشان نشوف مع بعض طب انو نظام احنا راح نستخدم. ما هو بنفعش يا حنستخدم الساين ماجنتيود يا الونز كومبلمنت يا التوز كومبلمنت. وهنشوف مع بعض ليش احنا ذهبنا لاتجاه معين وايش الاسباب وراء ذلك. مثال هنا احنا عايزين نستخدم الاربع بت، هذول 4 بت، لاحظ هاي 4 خانات عندنا هنا هاي. طبعا ابدأ من الصفر للسبعة بالموجب، هو كل نفس الأرقام باستخدام الأربع بت. يعني عند العدد 7 هيعطيني الصفر، وهنا 3 وحايد، صح؟ كأربع خانات يعني. الستة هنا 0 1 1 0، طبعا نفس الشيء. إذا كان الونز هدول بيختلفش اختلاف بينهم، لأنه دول هيختلفوا مع بعض وين؟ في عالم السالب. الآن نيجي هنا في موضوع هاي الصفر، ولاحظ كلهم الأصفار. لو هذا الموجب صفر، هذا الموجب صفر، الآن السالب صفر شو بعمل؟ احنا خدنا بالساين ماجنتيود الثلاثة هدول بينزلوا كما هم، صح؟ والصفر اللي هم بيصير واحد، فهذا صارت ايش عندي؟ سالب صفر. سالب ايه؟ سالب صفر. اللي وراها هان نوفي هنا هذا واحد، هذا موجب واحد. ايش السالب واحد باستخدام الساين ماجنتيود؟ هذا كله بينزل كما هو، اللي هو 0 0 1 زي ما انت شايف، بس اخر خانة حتصير كام؟ واحد. نيجي نطلع هان، هادي موجب 2، هادي موجب 2، كيف بدي اعملها سالب 2 باستخدام الساين ماجنتيود؟ نفس الرقم، بس بدل الصفر اللي هنا هنعمل ايه؟ هنحط اللي هو ايه؟
تكون هاي واحد، فهصير عنده واحد صفر واحد صفر، هذه اللي اسمها السالب اثنين الى اخره، زي ما انت بتكمل هنا. واخر شيء اللي هم السالب سبعة، هذا الموجب سبعة، سالب سبعة اللي هم نفس الثلاث وحدات بس اخر خانة فيها واحد، هذه اللي هي سالب سبعة. واضح هذا مين؟ الساين ماجنتيود. الوانز كومبلمنت نفس الفكرة. الان لو جينا هنا، هذه عندنا موجب صفر، موجب صفر، السالب صفر في حالة الوانز كومبلمنت عكسهم، الصفر حتصير واحد كلها، شايف؟ اعطينا انا اربع اصفار صاروا اربع وحايد، هذه صارت تمثل لي السالب مين؟ سالب صفر. هذا موجب واحد، السالب واحد، السالب واحد، الموجب واحد اللي هي طبعا احنا زي ما احنا شايفين السالب واحد، بدنا حجيب ايه؟ الوانس معكوسة، الوانس كومبلمنت، لو في الحالة هذه هاي هذا اسمه ايه؟ سالب واحد. كيف جبناه؟ لاحظ هان الموجب واحد صفر 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 واحد، لما نعكسها الوانس كومبلمنت حاطينه واحد واحد صفر، يعني بنعكس وين الصفر حيصير واحد وين الواحد حيصير صفر. عشان هيك لاحظ هنا الموجب سبعة صفر واحد واحد واحد، لو انا بدي اجيب السالب سبعة هتعطيني واحد، بعكسها واحد، وهنا ثلاثة اصفار زي ما احنا شايفين. نيجي لموضوع الان للتوس كومبلمنت. التوس كومبلمنت الموجب صفر زي ما احنا شايفين، هاي الموجب صفر، هذا الموجب ايه؟ الموجب صفر. السالب صفر هان، السالب صفر هنجيب التوس كومبلمنت لهاد. كيف بنجيبها؟ الان التوس كومبلمنت الاربع اصفار هم نفسهم اربع اصفار، يعني ما اختلفوش، هم هيعطيني ايه؟ اربع اربع اصفار. واضح؟ بالفعل، لانه اصفار اربع اصفار، التوس كومبلمنت اربع اصفار. حد نقطة مهمة، ليش؟ لان انا عندي هنا الموجب صفر والسالب صفر نفس الرقم، وهذه ميزة مهمة جدا للتوس كومبلمنت، لانه ما فيش عندي اختلاف بين الموجب صفر والسالب صفر زي ما كان صار عندنا في الوانز كومبلمنت والتوس كومبلمنت. وهذا هو السبب الرئيسي اللي حيخلينا نعتمد التوس كومبلمنت لتمثيل الاعداد السالبة في الحواسيب. طيب تعال نكمل مع بعض. هذا الموجب واحد، صح؟ ايش السالب واحد باستخدام التوس كومبلمنت؟ حاخد التوس كومبلمنت لإلها اللي هي ايش؟ هذا اول واحد بينزل كما هو، بعدين حصير عندها هذا واحد واحد واحد، فعشان هيك هذا الرقم عندنا اعطاني سالب واحد، هذا في حالة مين؟ التوس كومبلمنت. تعال نشوف مثلا عندنا هاي الموجب سبعة، موجب سبعة اللي هو يعني عايزين نجيب السالب سبعة، شو بنعمل؟ هنجيب التوس كومبلمنت للرقم اللي هان، فبالتالي بينزل الرقم هذا واحد كما هو، بعدين صفر صفر واحد، لاحظ هاي، فهذا الرقم اللي بيمثل لي مين؟ السالب سبعة، هذا الرقم بيمثل لي السالب سبعة. السبب الرئيسي اللي خلينا نتجه او اللي خلى العلماء يعتمدوا التوس كومبلمنت، طبعا الكلام اللي شرح لك اياه هان، التوس كومبلمنت من تمثيل الاعداد السالبة في الحواسيب، اللي هو موضوع الموجب صفر والسالب صفر، لانه نحن نقدر نحط موجب صفر وسالب صفر، هذا كتير هيعملنا ازعاج، فهذا موضوع ريحنا كتير بانه الصفر له قيمة واحدة بس، موجب او سالب نفس القيمة، عشان هيك تم اعتماد التوس كومبلمنت لتمثيل الاعداد السالبة. طيب تعالوا نشوف الان اللي هو الموضوع الاخير، لانه هذا هو تطبيق الكلام اللي اخذناه. انتوا اخذتوا بلغة جافا موضوع الفاريبل ديكلاريشن. كيف ايش معنى الديكلاريشن؟ يعني زي لما نيجي نقول هنا تشار البي بعطيني الحرف A، تحط طبعا فاصلة منقوطة هان، هذا في الجافا. هذا شو معناته الكلام؟ معناته انه يا كومبايلر روح على الرام واحجز لي مساحة الفورمات تاعتها تشار والعنوان تاعها بي، وخزن لي فيها الحرف A على شكل وحدات واصفار، هذا بنسميه الديكلاريشن واسايمنت. هاي لما نيجي نقول الشورت السي بعطيني 15، ماذا يعني؟ يعني يا كومبايلر روح على مكان معين في الذاكرة احجز لي فيه مساحة 2 بايت، ليش؟ لأنه شورت والفورمات تاعته شورت، يعني عدد انتجر لكن 2 بايت، والعنوان تاع المكان هذا اسمه سي، وخزن لي فيه الرقم 15 طبعا بوحدات وأصفار. نفس الشيء لما نقول له شورت الدي بعطيني سالب 15، نفس الشيء، مكان في الذاكرة عنوانها دي، والفورمات تاعتها شورت طبعا مكونة من 2 بايتس لأنها شورت، وخزن لي فيه سالب 15، وهذا اللي احنا هنشوفه مع بعض كيف هنخزن السالب 15 داخل الرام. الانتجر نفس الشيء، لما نقول لك انتجر اي 2527، معناته ان يا كومبايلر روح على الرام واحجز لي 4 بايت لأنه هذا انتجر،
والفورمات او الهيئة تاعته نوع انتجر، يعني بيقبل رقم انتجر، والعنوان تاعه حيكون اي، وحط لي فيه الرقم اللي هو 2527 طبعا كأصفار ووحدات، خزن لي اياه في المكان اللي عنوانه اي. لو قلنا بالسالب نفس الشيء، سالب الرقم هذا اللي حنشوفه مخزن في العنوان اف. نفس الشيء عالم الفلوت، الرقم هذا بالفورمات تاعت الفلوت طبعا كلام هتاخذوه انتوا الفصل الجاي، لانه الفصل هذا موضوع معقد شوي بيختلف. نفس الشيء موضوع الدبل وحتى اللونج اللي هو اكثر من الانتجر، لكن هذا اللي احنا بنسميه الداتا تايبس اللي هم التشار والبول والشورت والانتجر والفلوت والدبل واللونج اللي انتم شفتوه طبعا في الجافا. حنشوف مع بعض كيف بيتم تخزين هذه بالضبط داخل الرام مع بعض. طيب نكمل مع بعض من خلال مثال. مثال اللي عندنا هنا بيقول شورت السي بيساوي 15. اولا كيف حتتخزن ال 15 داخل الرام؟ بما انه قايل لي انه شورت، فبنعرف انه حيحجز الكومبايلر هان 2 بايتس 16 بت. ليش؟ لانه شورت. لو كان انتجر حيحجز له 4 بايت، يعني 32 بت. لكن بقول لي انا عايزين نمثل 15 هان اللي هو الموجب 15 في الحالة هاي داخل الرام. اولا شو بنعمل؟ حنمسك ال 15 وبنحوله لعدد ثنائي باستخدام طبعا اللونج ديفيجن، او ممكن على الحاسب مباشرة. يعني اللي باجي هنا هاي 16 بت عندي هنا هيك، اول واحد اربع وحدات هاي هم واحد 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 واحد، والباقي ايش بعمله؟ بعبيه اصفر. هيك حيتخزن داخل الرام، موضوع كتير بسيط. هذا هو الموجب 15. طبعا احنا هذه اللي هنا بنسميها ال اس بي او الليست سيجنيفيكانت بت، واللي هنا الساين بت بنسميها، ودائما حتكون عندنا صفر في الاعداد الموجبه. طبعا لاحظ هاي البايت الاولى وهي البايت الثاني، لان احنا قلنا انه الشورت هنا حيحتز له كام؟ 2 بايت. ولو عايزين احنا نمثل الكلام هذا بالهكس ديسمال، طبعا لاحظ اربع وحدات بيساوي اف، واحنا قلنا الهكس ديسمال احنا بنستخدمه لعملية القراءة عشان نقرأ الأعداد الباينري بشكل أسهل. يعني بدل ما أقعد أنا أقول صفر 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 واحد 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 واحد، نقول لك بالهكسديسيمال صفر 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 أف. أسهل في التداول، أسهل في القراءة. عشان هيك إحنا احتجنا موضوع الهكسديسيمال زي ما شرحنا في الأنظمة العددية. فبالتالي الرقم الموجب 15 هيتخزن بالضبط زي هيك داخل الرام. تمام؟ المثال اللي بعدي لو قلنا شورت الدي، هذا متغير تاني، هنخزن فيه سالب 15. كيف السالب 15 حتتخزن داخل الرام؟ طبعا هنستخدم احنا الساين ماجنتيود ولا الوانز كومبلمنت ولا التوز كومبلمنت؟ التوز كومبلمنت. تمام، تعال نشوف انا كيف بتصير. عن اولا همسك ال 15 وبدي احولها اللي هو اربع وحدات في الحاله هاي، فالعدد الموجب حيعطيني زي ما احنا شايفين واحد 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 واحد، وهذه كلها اصفار. شو بجيب لهاي منها؟ هحصل على او اجيب التوز كومبلمنت. فالتوز كومبلمنت للموجب هيدا، التوز كومبلمنت يعني اول واحد بينزل كما هو صح، ثاني واحد بصير صفر، الواحد اللي هان بصير صفر، الواحد اللي هان صفر، والصفر بتصير واحد، وكلها حتصفر هنا عندنا وحدات. فاللي طلع عندي هنا الناتج هذا هو السالب 15. يعني لاحظ كيف الرام خزن موجب 15 كيف، وكيف السالب 15. طبعا نفس الشيء هذا اللي سيجنيفيكانت بت وهذا الساين بت، وطبعا التو بايتس اللي احنا حكيناهم. ولو عايزين نمثلهم احنا بالهكس ديسمال هيعطوني اف 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 في الواحد، لكن هنا 000 اف. فلاحظ كيف انا هذا الموجب 15 هذا السالب 15 بالهكس ديسمال. بالباينري زي ما انت شايف كله اصفار، واحد 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 هذا موجب 15، وبالسالب 15 زي ما انت شايف كلهم محايد، واخر شيء 3 اصفار واحد، هذا هو السالب 15. وبالفعل هيك هو حيتخزن داخل اللي هو الرام. المثال اللي بعديه الانتجر، وطبعا لما نحكي احنا كلمه انتجر في الحاله هاي، بما انه هذا انتجر وانا مش مكتوب كلمه unsigned، فهذا باي ديفولت انه هذه عندي موجب 2527، يعني هذا بيستوعب عدد موجب او سالب اذا انت عملت له انتجر هيك بدون ما تحدد انه تكتب unsigned. طيب الان نفس الفكره، هذا الرقم 2527 كيف احنا جبناه؟ كيف حولناه لثنائي؟ طبعا بالقسمه المتكرره، او ممكن نستخدم احنا الاله الحاسبه. الاله الحاسبه احنا
خلينا اورجيك اياها. نعم اللي هي اللي هنا هيك، بعص على هنا الديسمال وبنكتب الرقم اللي هو 2527. شو بيطلع بالثنائي؟ زي هيك، لاحظ هايو عنا ابدأ زي هيك، 1 0 تلات وحايد، 0 1 خمس وحايد، هيك بيطلع عنا. هيك عنا بنعمل عملية التحويل. طيب فليجي الآن، خليني بس أعمل مؤشر هاي. فنيجي الآن هيك على الرقم، حولناه لثنائي، بعدين نبدأ نعبي هنا الأرقام. هاي أول واحد بيجي هنا هيك، تاني واحد هيك، وآخر شيء اللي هم 0 وحدات هاي، والباقي حكملوا إيه؟ أصفر. لكن لاحظ كم من خانة عندنا هان، 32 خانة. ليش 32 خانة؟ لأنها 4 بايت انحجز له. ليش حجز له 4 بايت؟ لأنه إيه؟ نوع انتجر، فالانتجر بنحجز له 4 بايت. طيب وهذا طبعا اللي هي least significant bit، هذه most significant bit أو البيت ساين يعني. طبعا هاي البايت الأولى والبايت الثاني والبايت الثالث والبايت الرابعة. ولو عايزين احنا نمثل الكلام هذا بالهكسديسيمال، فتحول كل 4 أرقام من هان برقم واحد من الهكسديسيمال. فهذه اف اللي وراها الدي اللي وراها 9 والباقي أصفار. هيك احنا لاحظ الفرق، بشايف كيف الهكسديسيمال لعملية قراءة اللي هو الأرقام الثنائية. بالفعل هذا الرقم هيك حيتخزن داخل الرام بالفعل، عبارة عن 4 بايت، وحيكون مخزن بالطريقة هاي بالضبط كموجب 2527. لو عايزين نخزن السالب 2527، طبعا نفس الشيء، بدل انه انتجر حيحجز 4 بايت 32 بت. وخلينا نشوف مع بعض كيف بدنا نخزن السالب. فطبعا احنا عايزين نخزن السالب 2527، شو بنعمل؟ طبعا حنجيب الاول الموجب 2527، وبعدين بنجيب التوس كومبلمنت له. احنا الموجب هذا هو موجود عندنا هنا جاهز هيو فوق، شو بدي اجيب انا هنا؟ التوس كومبلمنت. فاول واحد بينزل كما هو، بعدين ابدا اعكس الواحد بصير صفر، والصفر بصير واحد الى اخره زي ما انت شايف هنا هيك. فهذا عند النتج. فالعدد اللي هنا او الرقم اللي هنا النتج هو التوس كومبلمنت لمين؟ للعدد، للرقم اللي هنا اللي هو الموجب 2527. طبعا احنا هذا هم ال4 بايتات نفس الشيء، وفي نهايه المطاف بنحولهم لهكس ديسيمال. لاحظ كيف بالهكس ديسيمال هذا موجب 2527، هذه سالب 2527، وبالفعل هذا اللي بيتم تخزينه داخل الرام. طبعا ليش الكلام هذا مهم؟ لانه معرفة كيف بتم تخزين الرقم حيساعدنا بأن احنا نجاوب أسئلة حنسألك إياها في خلال الواجب. وطبعا عشان لازم تكون فاهم الكلام هذا بالضبط، يعني ممكن أنا أجيب لك الرقم هذا لحاله هيك من غير ما أجيب لك الرقم اللي هنا هذا زي هيك، من غير ما أحكي لك بقول لك هذا الرقم موجود في الرام، هذا لو بنطبعه على الشاشة إيش حيظهر عندي؟ فهتقول لي هنا حتفكر وحتقعد تتمحص الرقم وتقعد تفكر وتحسب، هتقول لي نعم هيطبع لي على الشاشة سالب 2527. كيف حنعرف؟ كيف حيعرف الحاسوب هذا الكلام اللي حنشوفه؟ من خلال أسئلة الواجب. فهذه النقاط كتير مهمة، لأنه هذا أصلا في صلب موضوع الحاسوب نفسه. وهذا طبعا احنا بنربطك في البرمجة اللي انت بتاخدها بالجافا. يعني انت اليوم بدت تعرف ماذا يعني لما نقول انتجر اي بيساوي 2527، شو اللي بيصير بالضبط، شو اللي بيصير مع الكومبايلر لما بروح بحجز المكان هذا، وايش بيصير بتخزن في الرام فعلا. وهذا هو الهدف من السلايد الاخيرة هان. اتوقع نعم احنا هيك وصلنا لنهاية المحاضرة، محاضرة مهمة، وحننزل الأسئلة، والأسئلة الواجب برضو حتكون مهمة كتير لأنها هي اللي حترسخ فهمك للمحاضرة. نراكم اللقاء القادم، يعطيكم ألف عافية.